بعد 17 يوم من انطلاق الإحصاء العام للفلاحة. المستوى الوطني أنا 30%، ولكن بويرة دار 22 نقطة زيادة. بويرة اليوم راهي 52% في عملية الإحصاء العام للفلاحة اللي راح يكون. هذا كل مؤشر راح نخدموا فيه في المستقبل. الخريطة تاعنا تاع الزراعة ولا تنمية القطاع الفلاحة راح نجيبها ثمن هذا الإحصاء.